السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى لكم عواشر مبروكه بالصحه وبالهنه وكل ما تمنيتو، وعيد مبارك سعيد مره ثانيه. اليوم الفيديو الاخير سلسله حلويات العيد. جيت لكم بواحد الحلوه اللي هي بدون فرن، بدون عناء، بدون صداع الراس. اي واحد يقدر يديرها في اخر اللحظات، وكتجي كما كتشوفوا عليها الهمه الاعياد والمناسبات والافراح. وكنتمنى لكم ان شاء الله الخير. كما بديت معكم السلسله، انتم اللي ما شافوش الفيديوهات الاولين، كنا درنا الحلوه ديال الفرشيطه، درنا الفلحه، درنا الرخامه، درنا الكعبه، ودرنا هذه الحلوه اللي هي بواحد السكري. الا جربتوها غتلقاو داك المذاق العجيب ديالها. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكل عام وانتم الف الف خير وصحه وسلامه وفرجة ممتعة. وشكرا لكم بزاف على الكومنتيرات، هما اللي كيزيدو يحفزوني. وباقي ان شاء الله، باقي ان شاء الله يجيب المناسبات ونزيدكم بزاف ديال الحلويات ان شاء الله اللي هي ديال المناسبات والافراح. المقادير ديال الحلو ديالنا كتساني عندنا 300 غرام ديال اللوز، وحق ديال الحليب مركز محلى بنكهه الكراميل، 150 غرام ديال الزنجلان محمرش، والعسل هادو غيمشيو مع بعض. العسل مع الزنجلان واللوز غيمشي مع الحليب المحلى. هذا اللوز كما درت العقده سخناه حيت انا القشره وخليته يبس، نرجعو في الطحين، هذا نرجعو بودر. عاود كنشري البودر بواحد الثمن اللي هو غالي، كنصب فواحد الطنجره غنشدو داك الزنجلان كما قلت لكم محمرش، وغنزيد واحد الكميه ديال العسل، غنديرو النوكه بالزنجلان والعسل كما درناها في الرخامه اللي كنتو متبعين معايا. غادي نمشيو نعلكوها في البوطه مزيان ونرجع معاكم. هانتوما كما شفتو معايا علكت داك الزنجلان ولا نوكه، النوكه كله ولا نوكه بحال هكا. هاد الاثناء بين ما يبرد غندوز نطحن اللوز. هانتوما كما كتشوفو تيوريت كي ديال اللوز، وغنكمل هاد الكمية ونتلاقى بيكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفو منين طحنا اللوز هو ولا طحين. غادي نحلو هاد الحك ديال الحليب المحلى، كيما شفتو ساهلة ماهلة وبلا عذاب، وكتجي زوينة، كتجي حاجة لي زاكلة. غادي نشوفو شحال هز لينا هاد اللوز. كيجي النكهة ديال الكراميل كيجي عجيب. صراحة بيدي غنتحكم اكثر في الخليط. هي كتجيب اللوز زوينه، اللي ما فستاتوش يقرب ليها الكوك، الكوك ابيض ويتطحن ويولي رقيق ويديرو هكا تجي مزيان. صافي انا غنفكي يدي ان شاء الله وندوز نشكلها معاكم. كما قلت لكم داك النهار في تحضير الرخامه غنوجدوا واحد البلاستيكه اللي تكون شويه قويه وكندهنوها بالزيت تفاد ديال السوق، لان كنعرفوا العسل مع شي حاجه ناشفه كتلصق. كنبقاو نبسطو بلاصه كنرجعو واحد الطبقه رقيقه بزاف، كنورقو عليها مزيان باش مابقاوش الفراغات كما قلت لكم.
ملي بغا نقطعو ما سمحلناش. شفتو معايا هذه مزال خاصه شويه، نحاولو نسرحوها في نيفو واحد، متجيش بلاصه غليظه و بلاصه رقيقه، تجي كلها رقيقه. شوفو السوق نزيد واحد شويه، خدمو هي باقا دافيه باش تعطينا الفطور، حيت كنعرفو الا بردات غتولي يابسه. غادي نجيب واحد طابع هكا مربع، نحاول نورك مزيان، نخليها حتى تبرد. من الأحسن ديرو شويه ديال الزيت هنايا باش ما تلصق ليناش العسل. انا غادي نجيب شي بلاطو باش نحط فيه هاد الكاريات، على فكره ديروها مدوره مثلث على حسب، انا عجبتني ندير هكا مربع. البلاطو ندهنوه بالزيت كما قلت لكم، لان العسل الا ما دهناش الزيت غادي يلصق لينا. نحاولو نقادو هكا، نخليهم حتى يبردو عاد نشكلوهم بحشوه اللي هي هادي، نخليوها حتى هي تشد فراسها شويه. انا كما دائما ما غاديش نطول لكم الفيديو لان وريتكم النقط الاساسيه وريتها لكم، غنكمل الكيمياء ونتلاقى بكم ان شاء الله. كنخليو داك اللوز ديالنا حتى كينشف وكيشرب داك الحليب المركز، وكنقادو حتى هو كنديرو على شكل مربعات. كنمرقوش بزاف، ماشي بحال الجنجبيل شويه قاصح مع ولا كاراميليزا، هذا ما كاراميليزيش. نمشيو نفس المستوى، ما نكونش بلاصه عاليه وبلاصه حاضره، لا. نفس الطابع ندير هاد الطريف لتحت، الطريف غادي يجي لفوق. باش نزيدوها جمال على جمال كندير لها واحد الوراقة ديال سيها ورد البلدي. هي كتلصق بوحدها بلا ما ندير لها الناباج لا حاجه. ما نخافوش من العواج اللي نقادوها بيدينا هكا، كنستمروا حلوه ساهله ومن طوع كما قلت لكم هماويه ديال الاعياد والمناسبات والافراح. انا نكمل معكم هذه الكميه ونتلاقى بكم ان شاء الله في نهايه الفيديو. كنبقاو مستمرين هكا حتى كنكملو الكميه كامله ديال الجنجل ديال النوكا اللي عندنا واللوز، ونتلاقى بكم ان شاء الله بعد ما نكمل. بعد ما كملنا الحلوه ديالنا، انتما شفتوا الشكل النهائي ديالها كيف تجي،
العجينه هماويه وزوينه. كنتمنى تعجبكم هاد الحلوه، طبقوها راه سهله ماهله، وفرحوا براسنا ما فيها باس، وعواشركم مبروكه.